اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله ان هاد لا فيديو تلقاكم في صحه جيده، ولي فيديو الجايين ان شاء الله وحتى اللي فاتوا دائما دائما يلقاكم في صحه جيده. شكرا 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 بزاف بزاف بزاف. مؤخرا ولو عندي حبيبات بزاف فريمون بزاف. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، لي ميساج سورتو اللي كتخلوا لي في واتساب. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على النيميرو التليفون اللي كنخليه في الاخر ديال لا فيديو، لو نيميرو التليفون ديالي راه فيه واتساب. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، لي ميساج اللي كتخليوا لي، لي كومونتير، وكنتمنى ان شاء الله انني دائما دائما نبقى عند حسن الظن ديالكم. كنت في الصراحه غادي نتكلم هاد لا فيديو هادي بالضبط، كنت غادي نبارطاجي معكم غير شنو وصلني من عند شيئين، ولا بلوتو شنو وصلنا من عند شيك بوان. وبزاف ديال البنات اللي خلاو لي دي ميساج اشنو لي طاري، علاش ما بقاوش كيصيفطو بلوتو لي كوموند، علاش لي كوموند وقفوا، بغيتو تعرفوا بالضبط اشنو كاين. بيان سور كو ما نرداش ليكم في بالكم، في خاطركم عفوا. لذلك لا فيديو غتكون ان شاء الله مقسمه على دو بارتي. لا بارتي الاولى غنشرح لكم فيها اشنو واقع، ولا بارتي الثانيه غنبارطاجي معكم هذا الكولي ديال واحد السيده من خنيفره، كانت اتصلت بيا يمكن دابا تقريبا شي شهر علاين، وطلبات مني اون كوموند. هذه ديجا راه وصلت ومازال الاخرى ما وصلتش. دونك كيف ما قلت لكم، اذا كنتم مهتمين بلا فيديو تشوفوا الحوايج اللي وصلوني ديال السيده اللي في خنيفره، وان ميم طون غنشرح لكم اشنو واقع في شيك بوان وفي شيئين. دونك خليكم معايا حتى الاخير. الوغ اول حاجه كيف ما قلت لكم غنشرح لكم اشنو واقع في شيئين واشنو واقع في شيك بوان. اول حاجه بدات هي شيئين. في الاول كانت لا ليفغيزون ب 10 دراهم، الا وصلتي ل 1000 درهم كتولي عندك لا ليفغيزون ب 10 دراهم، الا فتي 1000 درهم كتكون لا ليفغيزون 250 درهم. دونك حنا البنات كاملين اللي كيدفعوا لي كوموند كنديروا غير 1000 درهم في كل كوموند، باش ما كنوصلوش 250 درهم، باش حتى حنا ما نخلصوش ب 250 درهم، والبنات اللي كنكومونديو ليهم حتى هما ما نعطيهمش لي فري دو ليفغيزون. هادشي اللي كان قبل. من بعد جينا شنو دارت؟ رجعات لي فري 160 درهم. دونك دابا ما بقاتش عندهم نهائيا 10 درهم، ولات 160 درهم. الناس اللي بحالي اللي تيكومونديو بزاف ديال الناس شنو ولاو تيديروا؟ مثلا كنجمع خمسه ولا سته البنات كلهم كنقول لهم غتفارضوا نتوما في 160 درهم، غتجمعوها وغندفعها ليك وغنخلص ليكم وندفع ليكم بلوتو لا كوموند ديالكم. بحال انا ما كنخلص حتى شي حاجه وهما ما كتجيهمش قاصحه. دونك كل وحده كتجيها 20 درهم ولا مثلا 10 درهم على حساب. هادشي اللي كانوا كيديروا الناس، انا الصراحه ما كنتش كنديرها نهائيا، كنت دائما كنبغي نكوموندي ب 10 درهم. الوغ شيئين واخا دارت 160 درهم، الناس بقاو كيف ما قلت لكم كيجمعوا الناس وكيتفاردوا في 160 درهم وتيكومونديو. مني شافوا على انه واخا زادوا في لي فري دو ليفغيزون لي كوموند ما تحبسوش، دونك قالوا اشنو غادي نديرو اشنو غادي نديرو، خاصنا نطلعوا في الاثمنه. دونك لارتيكل اللي كان مثلا ب 89 درهم، هاد الساك هذا كنت خديتو يمكن بشي 89 درهم، دابا راه ولا داير 550 درهم، هذا ولا 550 درهم. الوغ الاثمنه ماشي غير ماشي زادوا فيهم نص ولا زادوا فيهم 50% ولا زادوا فيهم 20% ولا زادوا الدوبل ولا التريبل. الاثمنه ولاو فريمون خياليه خياليه، لان منين غادي يديروا الاثمنه خياليه راه اوتوماتيكمون الناس ما غاديش يبقاو يحبسوا، ما غاديش يبقاو بلوتو يكومونديو. هادشي كامل علاش؟ لان عندهم مشكله في الديوانه، عندهم مشكله مع سبيداف. دونك سبيداف بلوتو هي اللي عندها مشكله مع الديوانه، سبيداف ما بغاش تخلص لي فري ديال الديوانه، الديوانه كتفرض على سبيداف انها تخلص، سكيفي خلات لي كوموند ديال الناس في الديوانه ما خرجت حتى شي حاجه، فريمون حتى شي حاجه ما خرجات. كيقولوا هادشي اللي كنسمع انا والله اعلم، بزاف الناس كيقولوها، كيقولوا غير اون اتوندون تحل سبيداف المشكل اللي عندها في الديوانه، اولا تقدر تكون حتى شي انت عندها مشكله في الديوانه، ديك الساعه غادي يحيدوا هذاك 160 درهم ديال ليفغيزون غادي تحيد، وحتى حتى هذوك الاثمنه الخياليه غيتحيدوا. نفس الشيء هو اللي طرا في شيئين، وبلوتو هو اللي طرا في شيك بوان. دونك شيك بوان حتى هما خلاو هما بلوتو خلاو الاثمنه هما ما زادوش، خلاو لي فري دي ليفغيزون هي ما زادوش فيها، غير زادو في اثمنه، حتى هما ولاو عندهم اثمنه جد خياليه بزاف. كنتمنوا صراحه حتى شي واحد ما عنده الجواب، ولكن كنقولوا اغلبيه الناس كيقولوا بلي غترجع. لا بروف انهم بداو لي كوموند كيطلقوا. هاد لا كوموند هادي وصلتني 3 لي فات، دارت تقريبا 20 يوم بالضبط. دونك صيفطتها انا في 11 شهر 5، وصلتني في 1 شهر 6، دونك 20 يوم اللي دارت بالضبط. ما تعطلاتش عليا، وما كنتش كنتظرها نهائيا توصلني في ديك الوقيته، لان مور ما دفعتها ولا هاد المشكل ديال الديوانه.
كانت عندي هادي وصلتني في 20 يوم، وحده اخرى وصفتها يمكن موراها بشي يومين ولا 3 ايام، باقي لحد الان ما وصلتنيش. دونك هادي وصلتني بسيمانه، هادي مازال ما وصلتنيش. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا على الدفع عند الاستلام، هذاك راه ما بقاش، كونوا اكيدين ما بقاش، لان واحد السيده واحد المتتبعه ديالي هي اللي كانت قالتها لي غير اليوم. الناس اللي عندهم دي كوموند ديال انك زعما كتخلصي حتى كتجيك لا كوموند، راهم كلهم تحبسوا، ما بقى حتى شي وحده غتجيها لا كوموند ديالها، لان هي اتصلت بها شيك بوين اليوم قالوا ليها لا كوموند اللي عندك راه ما بقاش، تانيولات اوتوماتيكمون، تحيلات من لو سيت. وحتى الدفع كيف ما قلت لكم انكم كتخلصوا، انكم كتجيكم لا كوموند عاد كتخلصوا، هذه في شيك بوين راه ما بقاتش البنات نهائيا. دونك الا عندك لا كارت راكي غتخلصي، ما عندكش لا كارت راه ما يمكنش لك، يا اما تشوفي شي واحد يكوموندي لك، سينو راه ما يمكنش لك تكوموندي من شيك بوين. فوالا هذا هو لو بوين اللي كنت بغيت نتكلم عليه. الا عندكم اي سؤال ما تضروش انكم تخلوا لي لي كومونتير اولا دوزوا عندي الواتساب، يعني نخليكم النيميرو التليفون ديالي هنايا، وكنخلي لكم في الاخير الانستغرام ديالي والنيميرو التليفون. دونك كيف ما قلت لكم ما تضروش، الا عندكم اي سؤال مرحبا بكم والف مرحبا، فانا راه الاشاره. ودابا ندوزوا الكولي اللي وصلني ديال السيده كيف ما قلت لكم ديال خنيطره. هاد السبر ديالها الصراحه كان وقع فيها واحد المشكل، كنا درنا لا كوموند دوزنا لو بايمون تقطع من لو كونط اي تو، داز يومين اتصلوا بيا قالوا لي كوم بوا واحد لارتيكل راه غادي تحيد، ما غاديش نصيفطوه ليه نظرا لان لو ستوك ما بقاش فيه. فاش سولتهم قلت لهم اش من خصني تصيفطوا لي هاد السبر ديال هادي، دونك اضطرينا اننا نعاودو كوموند فلا كوموند اللي مور هادي اللي غتجي ان شاء الله، كوموندينا السبر ديالها وللاسف وصلت هادي. هادي الصراحه ما عرفتش مازال شنو غادي نديرو فيها. الوغ اول حاجه وصلتني هاد السبر ديالها اللي الصراحه انا عجبتني لا كاليتي، لو كان كانت قد بنتي كنت غنخليها ليها. فوالا لا كاليتي فنه 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 فنه، وشافوا يعني شي سيدات حدايا بغاو ياخذوها، ولكن الصراحه ما مازال ما عرفتش نشوف مع السيده شنو غتقول لي عليها، واش تخليها ولا تشريها من عندي شي وحده. كيف ما قلت لكم لا كاليتي راه زوينه، كتبان فريمون صبر دي صبر دي لا زعما هماويه زوينه بصراحه، لو موديل راه ما دايرش في السوق نهائيا، وكتبان لي زعما كونفورتابل، ماشي سبرديلات اللي كيضروا في الرجيلات ديال الوليدات. فوالا هذا هو اول ارتيكل. ثاني ارتيكل وصلني وهو هاد البوندويات، هذا واحد لونسومبل ديال البوندويات، ما عرفتش صراحه شحال من واحد جا فيه، فهم انا نوريكم غير الكاليتي الزربه والالوان. نحسبوا جوج أربعة ستة عشرة، دونك عشرة البوندويات وكل واحد اوف لون، ما كاين حتى شي لون معاود. دونك هذا راه بيضو كحال، هذا غوز فيه القليبات، هذا بيض فيه دينوه في الزرق وفي الصفر، هذا بيض فيه انقطاعات، هذا زرق بيضو بيضو فيه زواق بالزرق، هذا حتى هو غوز فيه القليبات ولكن ماشي بحال هذا، كل واحد والزواقه ديالو بعيد عليه شويه. كاين هذا حتى هو غوز وفيه نقيطات كاينين جوج، واحد غوز ونقيطات في البيض وواحد غوز ونقيطات في الخضر، وكاين هذا كحل فيه نجيمات بيضين وغوز، وكاين هذا الاخير. وبصراحه كيجيو بانوا لي بصراحه زويونين، دونك تقدروا ديروهم كبيره وصغيره، الصراحه كاليتي ديالهم زويونه وحتى الالوان زوينين. هكذا كيداروا البنيات، مره مره كدير بوندو في الشتل، مره مره اولا تحضروا مثلا عندكم جوج بنات ولا ثلاثه ولا اربعه، راك تقسموا عليهم كل وحده وتاخذ الشكيلات اللي بغات. دونك هذا كان هو ثاني ارتيكل اللي جاني. ثالث ارتيكل حتى هو سبرديلا ديال الوليدات، هي الصراحة كتبان لاكاليتي ديالها زوينة، كتبان فن، هادي خلاص كاع كتبان غزالة 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 غزالة، ديال الوليدات نمرة 26 ديال سبيدرمان، الصراحة كتبان زوينة. هنايا فيها السكراتش وفيها السيورة. الصراحة كتبان زوينة،
وثقوا بيا البنات، هادو بالنسبه للثمن ديالو مقارنه مع لا كاليتي ومقارنه مع الشكل، راه هنايا في المغرب ما يمكنش لك تشريهم بهذا الثمن هذا نهائيا. فوالا تمام، الصراحه كيبانو فنين هادو. كنبغي نوريكم اكثر اكثر شفتو بالنسبه للسيده اللي خداتهم، لانني مازال ما عرفتش نصيفطها لها، دابا ما عرفتش لها مازال الكولي، تيجي ان شاء الله الكولي الجاي. هذا واحد البوزل كيجي هنايا، الشكل ديال لو بوزل ديال الصوره اللي كيجمعوا الوليدات، وهنايا راهم ديجا كاينين طريفات عفوا حتى الاخر نجمعهم فوالا. وكبيبره في الصراحه، نتوما كيف ما كتشوفوا راه كبيبره، زعما يدي ديجا راها طويله، كتجي على الشكل هذا. الصورة كاينة القدام واللور، فيها 120 بياس، هاهي بوزل فيها 120 ديال تريفال، دونك نحطها هنايا باش نهز هادوك في الأخير. هنا تاني جاني بوندو، هذا تاني لاكاليتي ديالو حسن من لاخرين كاع، هذا توا بصراحة زويون، فيه هاد بطيطة هنايا وهنايا فيه زويويقات، وهنايا جاية داير عليه هاد الفولة غادا رقيوق. هاد لا كوموند تقريبا نقدر نقول لكم تقريبا كلها، ولا بلوتو ماشي تقريبا، راها كلها فيها الحلم ديال الوليدات. هذا هادي واحد البيصة ديال نفس الوليد اللي خدات ليه ماما سبرديلة، جاها تيشيرت ديال سبيدرمان هذا من لور كيجي سامبل، نقرب لكم غير باش تشوفوا. هذا راه جو بونس قطن، وقطن ديالو زويون، وهذا شورت، هذا ماشي سريويل غير شورت، فيه جوج ديال الجويبات في الجناب، الجيب الاول والجيب الثاني. مازال هذا نقدر نقول لكم لو لا ولا هذا بصراحه ولكن ماشي قطن، زعما الشورت ماشي قطن، مي التوب ديالو بصراحه زوين، بصراحه كيبانو زويونين. هنا جا واحد لونسومبل ديال التقشرات، انا بصراحه فايته واحد التقشرات من عندهم، لا كاليتي ديالهم روعه، وعندي هذا لو موديل هذا بالضبط، بصراحه لا كاليتي ديالهم زوينه زوينه بزاف. هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ولا كاليتي كيف ما قلت لكم راه زوينه 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 بزاف. هادو هما لي موديل، هنا كاينين بصراحه شكيلات، انا بغيت نقرب لكم تشوفوا الشكيلات كيفاش كيجيو. كيف ما قلت لكم واحد جوج ثلاثة خمسة ديال التقشرات، كيجي انصامبل هكا ديال التقشرات. هادو ديدرات، هادو الدراري الصغار كيجيو في هاد لابواط هادي. صراحه عجبتني عجبتني شفتو لا كاليتي ديال النظر، كتجي فنه 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 فوالا. ما بغيتش نديرهم باش من باش لا يحفظ ما يتهرسوش، مي بصراحه كيبانو زويونين. لي درات هكذا فيهم شكل ديال ميكي ماوس في الغوز، لتحت ثاني في البيض، والفوقاني غاديين وديكرادي في الغوز، مي بصراحه كيبانو فنين فوالا. كيف ما قلت لكم بالنسبه لي درات، راه واخا ديال الدراري الصغار راه ما مصيفطينو في هاد لابواط هادي، على حساب الطريق باش ما يتهرسوش. هنا هادي الا بقيت عاقله، واحد السب، ولكن ما فيش صفحات عاديين، فيه صفحات كحلين هكذا، وتكتبوا بهم الوليدات في هاد السيلوات السيلو هاد لي ستيلو فاتر. نجرب فوالا، غايبان لكم شويه، درت هنايا علامات زائد وكيتمسح فوالا، ها هو تمسح على قوه الله اكبر. غير سالي الاذان ونعاود نرجع لعندكم. الوغ مور مثلا الاذان، دونك
كيف ما قلت لكم هذا هو الكتاب، كيجيو فيه صفحات هكذا كحلين هكذا، وكيصيفطوا معاهم 6 ديال لي فوتر في هذه الالوان هادو، موف وابيض روز وحمر وخضر وبلو سيال، وكيجيو معاهم جوج ديال لي لانجيت. باش تمسحوا سينا انا كيف ما شفتوا مني جربتو قدامكم انا مسحتو غير بايديا، وكاو كاع سالو هاد لي لانجيت، راه يمكن لكم جو بونس تستعملوا لي لانجيت العاديين. وهنايا كاين واحد جويب صغير فاش مثلا الوليدات يديروا هو يديروا مثلا هاد لي لانجيت هنايا، اولا يديروا هاد لي سيلوفات فوالا ما خشيتهم هنايا، وندير حداهم لي لانجيت ديالهم، وكيتسد على هاد الشكل هذا كيف ما قلت لكم راه كيجيو هكذا. لافونتاج انهم كيتمسحوا، دونك يقدروا يرسموا على خاطرهم ومن بعد يقدروا يمسحوا داك الديسان اللي كانوا يرسموه. ودو فاصون راه دائما كنخلي لكم لا فوتو هنايا ديال لي زارتيكل باش تشوفوا لارتيكل كيفاش كيجي. هذا الصراحه ما عرفتوش شنو هو لانني مازال ما حلتش الكولي، شفت غير اشنو جا ولكن شفت غير شحال من بياس جات، ولكن مازال ما عرفت الصراحه اشنو اللي وصل. هادي واقيلا ليبا، وي هادي ليبا ديال البنيات الصغار، الصراحه زوينه توبها، ماشي داك التوب اللي كيتمزق، ليبا موس، ولكن داك الموس اللي شويه غليظ ماشي موس اللي رقيق. هذا هو اللي عقلت على الثمن ديالو، كان داير 3 ديال الدراهم، كسيوه صغيره ديال الوليدات الصغار معنا، داير صراحه لا كاليتي زوينه. هادو كانوا من لي زوفر ديال الفونت فلاش، كانوا دايرين لها 3 ديال الدراهم. الاخر هنا كلشي، هنا بقاو عندي تقريبا جوج ديال لي زارتيكل، هنا كاينه واحد الكسيوه ديال البنيتات ولا بلوتو صايا بوحديتها معنا، كتجي على هذا الشكل هذا. وفي الصراحه الصايا لا كاليتي ديالها زوينه، جات هكذا منفوخه، صراحه كيبان الشكل ديالها فنيون، خلاص ملي غتلبس عاد غادا تبان. وهذا التيشيرت ديالها فوالا، بصراحه كتبان لك كاليتي فنه 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 ديالو. قرب لكم هذا تبع واحد القطيين اللي زوين، غير هذا كيبين لا كاليتي ديال الثوب هذا بالضبط كيبين. واخر حاجه وصلت لي في لا كوموند كيف ما قلت لكم كيعطيو دوز ارتيكل ديال 3 دراهم، هاد القريعه ديال الماء هادي، خاف صراحه الريحه فيها شويه مجهده فوالا، قريعه ديال الماء عاديه صغيره راه ماشي كبيره، نقارنها لكم مع البارفان ايفيدونس غير باش تعرفوا راها صغيره زعما ماشي تقدركم كتهز هكذا رابعه ديال الماء ماشي تاع ماشي نسيطرو. فوالا كانت هذه هي لا كوموند ديال اليوم، كنتمنى انني ما كانش طويله عليكم بزاف، كنحاول انني نزرب فريمون نزرب بزاف بزاف لا فيديو باش ما تجيش لا فيديو طويله، كنحاول كنتمنى انني عفوا نكون شرحت لكم لو بروبليم اللي كاين هاد الايام، مشكله اللي كاينه هاد الايام عند شيئين وشيك بوين. كيف ما قلت لكم في الاول الا عندكم اي تساؤل مرحبا بكم، هاد المره هذه غتكون اكسيبسيونيل، ما غنقدرش نقول لكم الا عندها شي كوموند مرحبا بها لان نفس الصراحه حابسه، راه البنات كنعتذر منكم بزاف بزاف، سورتو البنات اللي جاو عندي من القناه هاد الوقيته هادي راني حابسه زعما فوق طاقتي، مكرهش بصراحه نكوموندي للبنات كاملين، مي كنعتذر ما كنقدرش نكوموندي حتى في مودانيسا، البنت اللي جات عندي كانت قالت لي على مودانيسا وجوست ابري مره اخرى جات عندي وحده اخرى بصراحه ما عرفتش واش هي ولا ماشي هي، جوج البنات طلبوني على مودانيسا، السيد اللي طلبتني على بات كنعتذر اختي بزاف بزاف. وخلاص الناس ديال شيئين وديال شيك بوين كنعتذر منكم بزاف بزاف بزاف، مي كيف ما قلت لكم فوق طاقتي ما عنديش كيفاش ندير، الناس كلهم هاد القيطه راهم حابسين، كنتمنى ان شاء الله ان تري بروشينمون يتحل المشكل اللي كاين نرجعو كنكومونديو كاملين، مي سينو الا ما تحلش المشكل راه ماشي نهايه العالم، الحمد لله راه عندنا الحويجات في بلادنا، عندنا لي بوتيك في بلادنا، غير كتبقى شيئين وشيك بوين تيكون شويه الثمن هابط.
وكنتمناو كنتمناو ان شاء الله اننا زعما قريب قريب بزاف يتحل لنا هذا لو بروبليم. سينو كنقول لكم شكرا بزاف الى وصلتي حتى لهنا، مازال ما ابونيتش في القناه، حاولوا انك تخلوا لي ابوني، خلوا لي لايك الى عجبتكم لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.